السلام عليكم اخوان. اليوم بتكلم عن اني عن هذه المادة. هذه هو اللي هو المبيد حشري حق ذبابة الفاكهة. مللتني صراحة، يعني ما اطلع لي ثمرة الا نار ما حصل فيه ما فيه دود. سرت لهم هذه الستيكر الابيض، الستيكر الاصفر، هناك علقت بعد لهم، تعبت صراحة. اليوم نصحني واحد الأخوة قال استعمل هذه المبيد، هو استعملها يقول استفاد. فأنا يعني أنا أحسن كنت أتجنب هذه الأشياء، لكن شو أسوي يعني بالآخر الدواء الكي هذا الشيء اللي بستعمله الحين نشوف شلون ياكم. فأيتني أقرأ التعليمات، طلع حصلت اللي أبيانة وهني حق ذبابة الفاكهة زين، كاتب لي ما يبين صير 7-8 ملي حق كل 20 لتر، فقسمنا 20 لتر 20 لتر على 7 يطلع فاصل يعني بوينت يعني بوينت 4 اقل شوي بوينت 3.5، فبسوي انا نص. فاخذت هذه الابره ذي المات الصيدليه الملي اللي فيها، اخذت هذه عشان يضبط القياس بطن القياس، فعشان باخذ نص. هذا اقرب شيء يعني، انا ما بستعمل وايد يعني، في لتر واحد بحط 1 حق لترين، يعني النص تقريبا حق لتر واحد، فبحط رقم 1 ملي حق لترين. فطريقه الحين ابتدي فيها اللي يقول لك رجها جيدا، عقب باخذ 1 ملي، مشكله مفتوح، خذيت 1 ملي من هذا المبيد من المبيد الحشري، انا احطه على 2 لتر ماي. انا عندي هنا اللي استعمل الادوات بينه، انا اريد ابرز 2 لتر في هذه، عندي هنا 2 لتر صبته، الحين باخذ هذه المرش، كان عندي لتر ساعتها، والحين ببتدي ارش على الزرع. انت غربت في التين اكثر شيء، كذي خلصنا الرش. واليوم يوم الاثنين 10 مايو 2021، نشوف النتائج ان شاء الله. هذه هو المبيد الحشري، كتابات وايد صغيرة طبعا، صورته وكبرته عشان اقرا اللي فيه. فمهم اللي بيستعمله يا اخوان يقرا التعليمات، والكمية مهم جدا. يعني استغربت انا ان 7-8 ملي حق 20 لتر، فيوم قسمته طلع لي اطلع في اللتر الواحد اقل من 0.5، اقل من نص يعني 0.35 يطلع. فانا استعملت نص حق كل لتر، شوي زيادة يعني، مو مجرد كل شيء بسيط. إن شاء الله نحصل نتائج طيبة ونرتاح من ذبابة الفاكهة المزعجة، يعني متعبة جداً.